موظف مشروع اسمعني واتنقلت 1/10 سنة 2001 2010 المدارس المحلية بقرار من المحافظة يا عم نجيب الحرامي اللي مش نعمل نقلة على السوق من يوم ما نعمل لحد دلوقتي والمحافظ اللي بيجي بيلعب بينا الكورة شوية يكسب مننا 50% شوية 10% واخر ما تم سيادة المحافظ سعيد بيه عبد العزيز جاب لنا عقد جديد عايزني امضي عليه تاريخ تعيين جديد النهارده. انا بقالي 17 سنة على 18 سنة خدمة عايز يعمل تاريخ جديد تعيين النهارده ويلغي المدة اللي فاتت. واحنا بقالنا 4 أيام معتصمين وعاملين اضراب له وهو مش عايز يقدر ينزل لنا ويحل مشاكلنا. اتصلنا بالمستشار العسكري ودخلنا المستشار العسكري قال له بالبوق كده انا ما اعرفش عن دي حاجة. وجاي مأمور اسم تاني قال له العالم دي قبل عليها البوابة ومش عايزين نخرج. واحنا واقفين زي ما انت عارف احنا واقفين مظاهرة سلمية ومبلغين مدير الامن ورئيس الجمهورية ومدير الامن ورئيس الوزراء كله بعتين لي فاكسات ان احنا عاملين اعتصام من يوم 14 وهو مش عايز يخلف نفسه ينزل يشيل مشكلته. مصمم اقول لهم هم كده كده هيمضوا بمزاجهم غصب عنهم. احنا مش هنمضي مش هنمضي على عقل. هو كده بيلعب في قوت عيالنا واحنا لعبتنا كتير قصاد قوت عيالنا. هنا انا بقالي 18 سنه ما تجيش تعود بيتي على حاجه وتيجي تخصم مني 800 جنيه و 900 جنيه. اقل واحد هنا في ناس طالع معاش السبت الجاي دوت يمضي على عقد ازاي؟ واحد طالع في شهر واحد بقاله 37 سنه خدمه. يعملوا عادي جديد ازاي؟ يعملوا عادي جديد ازاي؟ اي قانون؟ القانون ده قانون 12 ده اتعمل من مجلس الشعب ما يحلوش على مجلس الشعب ودلوقتي بقى ده مجلس الشعب ولا مجلس شورى. يعني مش من حق المحافظ ولا رئيس الوزراء يلغي قانون على مجلس الشعب. احنا حضرتك دلوقتي لعبه في ايد المحافظ والسكرتير بتاعه ودلوقتي عامل علينا متابعه في المحليات ومصلب علينا مشطب علينا ومدي كل واحد 15 يوم جزاء. ليه؟ عشان بتطالب بحقنا. عشان انت بتطالب بحقك وانا بقول لسياده المشيره فتح السيسي رئيس الجمهوريه اللي هو جاب انتخابات سليمه 100% وبقول لك انا هجيب لكم حقكم وانا مع محطوط الدك. احنا شايلين الصين يا سياده المشير ده المحافظ بيعترف بمشير ولا بيعترف برئيس وزراء ولا بيعترف بحد. المحافظ ده ولا معترف بحد ولا معترف. المحافظ ده واخد القرار بدماغه اكنه هو بقى رئيس الجمهوريه واحنا دلوقتي صوتنا عايزين نوصل لرئيس الجمهوريه ونقول له احنا المظلومين حقنا ضيع وحقنا في رقبتك يا سياده المشير. حق عيالنا كلنا 1200 اسره هيتسرروا في الشارع بجنب رقبة سعيد عبد العزيز المحافظ وفي رقبة الافندي رئيس الجمهورية. بنقول له عايزين حقنا واحنا هنا معتصمين لو شهرين ثلاثة هنصعب الموضوع يحول انقاذ كل واحد وهنعمل اضراب عن التعاون. اضراب عن التعاون كل ده احنا عايزينه. عايزين من حضرتك كصاحب وعلى بيوتنا واحنا بنصعد الموضوع. بقول لحضرتك اصل صوتنا للمسؤولين احنا طالبين 50% وال 10% ومرتباتنا سليمه. اكتر من كده مش طالبين. واخد الشغل 24 ساعه. احنا بنشتغل 24 ساعه. مهضوم الحجاج بنشتغل. تعالوا بالليل نجيب الناس على صبح نيجي الصبح مش هقول لحد الساعه 8 9 بالليل. ابعد مني. والاخر شيل الاخر شيل منه المرتبات. ازاي شيل مرتبات؟ خاسرين مننا احنا كل واحد 400 جنيه. عمال يعمل يخسر فينا ليه؟ هو عايز مننا ايه؟ طبعا المشير احنا وقفنا في الانتخابات اللي فاتت ديت بتاعت دي كلنا وقفنا كلنا وقفنا حملنا الاكتاف حملنا مجالس مدينه حملنا بتاع كل الشباب انت شايفه ده. احنا حزب وغير احنا انت عايزين مننا ايه؟ حرام عليكم دلوقتي كنت عيال المرتب مش هيخش عيال مرتب مش هيخش عيال محرومين من كل حاجه. بنعدي على اللحم ما نعرفش نجيبها.
خدها من العش نجيب. ما انا بشوف حضرتك كل حاجه مش زيت السكر الشاي والرز كل حاجه مش انت عايز تعايز منك انت بتعمل فينا ليه كده؟ احنا ساعدنا كنا في نفس الرئاسه طبعا كابتن رئيس السيسي كابتن رئيس السيسي هو اللي ما مدش الرئاسه لا لا بالاجور لا ما تقبل المرتبات الموظف غلبان وحاليا دلوقتي هم موجودين خلينا نتفرج على المحافظ بيعملوا فينا هم موجودين باكثر حاجه المحافظ قالها لنا قال اعلى ما كلكم جابوه احنا هنبدا واقفين احنا خلاص احنا جابوه لازم صوتنا يوصل للست المشير السيسي كابتن الرئيس اللي قال لا ما تسد الاجور واحنا فرحنا ان هو مثل الدوله وظبط الدوله وعندما الدوله اشتدت شويه اول ما جه على الغلابه اللي هو احنا وادانا على قفانا احنا برضه محتفلين وهنقعد محتفلين حتى لو فيها ايه احنا هنجيب ولادنا هنجيب ولادنا وانا بقول لهم وانا بقول المحافظ اقول له اتكل يا سياده المحافظ احنا عددنا 300 واحد 700